حكمها التكليفي صلاه الجمعه. ده حمر خطير بقى. هو ده بقى بسبب ان انا عملت تحذير وقلت عشان احنا كمان سامعين اشاعات زي ما بيقول او اخبار متناثره في المساله دي من زمان يعني يقولوها لنا بعض الناس، فعايزين بقى الاقوال الحاسمه للفقهاء. مش حاسمه، لا اقصد يعني بنقرا الواقع، قصدي الاراء كما كتبت يعني، لان البعض بيشيع بعض الاراء. ده صحيح. اتفضل. الاراء دي بقى ومنسوبه لاصحابها مش منسوبه لي. أيوة. لما هنسيبها لاصحابها حد من الصحافه يروح واخد يقوس عليه قال اظن ديت عدم مهني طبعا وخيانه، خيانه وتزييف. لان صاحب القول ينسب اليه. وبعدين الاراء الفقهيه ديت ما بنقولش الدين بيقول، بنقول اراء فقهيه. يعني ايه اراء فقهيه؟ يعني سيادتك سمعت القول وشوف رايه ايه ووجهه نظره ايه، وفي الاخر القرار قرارك. عندك ثلاث اراء فقهيه. الراي الاول بيقول ان صلاه الجمعه فرض عين على كل رجل مكلف. انا ما قلتش على كل مكلف، انا قلت على كل رجل مكلف. عشان كده احنا عملنا عنصرين، عنصر حكم صلاه الجمعه للرجال وحكم صلاه الجمعه للنساء. فاحنا الوقت بنتكلم على حكم صلاه الجمعه للرجال. اول مذهب جمهور الفقهاء ويكاد يكون عليه الاجماع، حتى ذكر كثير من الفقهاء ده الاجماع، عشان ما تاخدوش بالكم من الراي الثاني او الثالث. الراي ده بقى جمهور الفقهاء بيقول انه فرض عين على الرجال، واما المراه لها حكم هنتكلم عنه بعد ما نخلص الحكم ده. مين بقى يعني ايه فرض عين؟ قال على كل رجل بالغ عاقل وكان في هذا الدين الخاتم وليس عنده عذر، عليه ان يصلي الجمعه، ولو تركها يبقى كما لو كان ترك فرض الصبح او ترك فرض العصر او ترك فرض المغرب. فريضه رئيسيه. ترك فريضه من فرائض العين. ده فريضه عين. تمام. طيب علاقتها ايه بالجمعه؟ ده لها عنصر مستقل. ده علاقتها ايه بالظهر عفوا؟ أيوة. هيبقى لها عنصر مستقل. ده الراي الاول. تمام. لهم ادله. ايه الادله؟ ادلتهم من القران الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بالله عليك، يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها الرجل والمرأة ولا الرجل بس؟ الرجل والمرأة طبعا. طيب لما هو رجل ومرأة، ليه الرأي جمهور الفقهاء قال ده خاص بالرجال بس؟ ألم يقل الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون؟ بالظبط. للذين امنوا، الذين ولا التي؟ لا، للذين امنوا. الذين لجمع مذكر مش كده؟ ولا طالما في القران استخدمت الذين للاثنين. يا ايها الذين كتب عليكم الصيام. كتب اذا نداء المؤمنين يدخل فيه رجل ومراه ولا لا؟ يدخل فيه طبعا، هذا ما نعلم. لهذا بقى قالوا لا، المراه مستثناه. بمنين؟ مش من الايه، امال منين؟ من مرويات حديثيه. من ضمن هذه المرويات الحديثيه على فكره في كمان حديث يشمل كل انسان. حديث رواه اصحاب السنن عن حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم الجمعه حق على كل محتلم. على كل محتلم يشمل رجل وامراه ولا لا؟ طبعا، لان زي ما ورد في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم عن ام سليم ان المراه ايضا تحتلم مثل الرجل. طيب فين بقى استثناء المراه؟ استثناء المراه جاي في حديث رواه ابو داود عن طارق بن شهاب. مين طارق بن شهاب؟ صحابي. ابو داود نفسه اللي روى الحديث، ابو داود نفسه اللي روى الحديث قال ايه؟ طارق بن شهاب شاهد النبي ولم يسمع منه. يعني شاهده عن بعد مثلا؟ لا، حضر وشافه. بس ما حصلش انه سمع منه. ما سمعش منه مباشره. ما سمعش منه حاجه معينه عشان نقدر نقول المسند اليه، اكيد سمع من غيره. وبعدين نقلها. قال الجمعه حق على كل مسلم في جماعه إلا صبي أو امرأة أو عبد مملوك، وفي رواية مسافر. أدى اللي هم الأربعة اللي تم استثنائهم، المرأة والمملوك والصبي والمسافر، وفي رواية المريض بدل المسافر. يعني هم خمسة، وفي رواية تانية خمسة وحط فيهم المسافر. ده الحديث اللي قال تم استثناء مين؟ هؤلاء. لكن أنا أرى بأن استثناء المرأة لم يكن من المرويات، وإنما كان من السنة العملية، من السنة العملية. أيوة، المتوارثة. إن شوف بقى
120 ألف صحابي في عهد النبي كانوا بيشوفوا النبي بينزل يصلي الجمعة والمسجد ممتلئ بالرجال والنساء في البيوت وبيصلوا الجمعة ولا الظهر في البيوت. ما تم توارث هذه العادة. هذا ما توارثناه إلى يومنا هذا. إذا ما تاخدليش سند الحديث وتقول لي إن ده الدليل اللي نسخ الآية القرآنية أو قيد الآية القرآنية. الآية القرآنية بتقول إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة للمؤذنين أمر كلهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الرأي الأول. ننتقل للرأي الثاني. اتفضل. أظن الرأي الأول لأن جرى عليه العمل فخلوا الناس لا تعرف إلا هو. لما هتسمع رأي ثاني معقولة؟ لا. إزاي؟ إحنا كده هنخرب الدين، هنخرب الجمعة. اللي حصل معنى التشكيك. لا ده معلومات طبعا، معلومات، ولازم الناس تعرف المعلومات دي علشان لما تعرف الرأي الآخر وتتمسك بالرأي الأول يبقى هي صاحبة شخصية. ايوه، يعني أنا عايز أخلي المشاهد الكريم صاحب شخصية. هيسمع الرأيين مش كده؟ أو ثلاث آراء. وفي الآخر ضميره مش هيرتاح إلا للشيء اللي هو هيقابل بيه ربنا ويشعر بإن هو ده اللي يخلصه من ربنا. تمام. ما ينفعش أنا أقول لك اللي خلصت من ربنا اعمله انت. ايوه. لا، اللي خلصت من ربنا انا اعمله. واللي خلصتك من ربنا انت تعمله. انا اللي اعمله. مش اللي خلصت انا من ربنا انت تعمله. طبعا. لان انا وانت بنتنافس. ايوه. ازاي انا وانت نتنافس وابقى سقف عليه؟ لا طبعا. الراي الثاني بقى ذكروا القرافي عن بعض الفقهاء ونسبه الى بعض الشافعية، وكمان ذكروا الخطابي ونسبه الى بعض الفقهاء، والامام ابن رشد ايضا نسبه لقوم لم يسمهم. لم قالش بدول مين. قال ان صلاة الجمعة فرض على الرجال، فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ قال اذا حضره البعض سقط الذنب عن الباقين. المطلوب ان البعض ينزل الجمعة، والباقي اللي مش عايز يصلي الجمعة طالما مطمن ان البلد والقرية فيها جمعة في امكانه انه يصلي. فرض كفاية يسقطه البعض عن الكل. ايوه. الراي ده استند الى ايه؟ قال استند الى ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو داود عن ابي هريره قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، كان فطر وكان يوم جمعه، فمن شاء اجزاه ومن شاء جمع وانا لمجمعون. يعني من شاء صلى واحدة منهم. أيوة. ومن شاء أجزأه، يعني صلاة العيد تجزئه وهيصلي الظهر بقى. وإنا لمجمعون. يعني أنا عن نفسي هصلي الاثنين. هصلي الاثنين. فقال ده دليل على إن في إباحة ممكن. فجعل المشيئة لمين؟ للإنسان اختيار. لو كان فرض عين ما كان قال لا عليكم صلاتي. ما كانش أعطى هذا الحق. وحديث في عن زيد بن أسلم ايضا اخرجه احمد في نفس المعنى، يعني عندنا حديثين في هذا في هذا الشأن في اجتماع العيد مع الجمعه. فقال طالما ان فمن شاء ان يجمع فليجمع، ده في حديث الامام احمد، وفي الحديث اللي احنا ذكرناه عن ابي داود في اخرجه ابو داود عن ابي هريره وان لمجمعون فمن شاء اجزاه وان لمجمعون. فده دليل على ان المساله ما دام فيها اختيار يبقى تدخل مع فرض الكفايه. الكفايه بعد قالوا ده مش برضه مش كفايه في الدليل. امال الدليل فين؟ الدليل الكفايه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. ده نداء لكل المؤمنين صح؟ طب لو كلهم نزلوا يصلوا الجمعه في وقت واحد هيحصل اختناق ولا الامور هتمشي بهدوء وسلاسه؟ تخيل كده لما يكون عدد المسلمين كام وهينزلوا كلهم. مش هيبقى في عصاه. ما هو اللي مريح الشعب دلوقتي ان فيه ناس احنا بنتهمها بان هم عصاه صح؟ معصاه ومقصرون. ايوه. ومقصرون. لو دول نزلوا هيبقى شكل المساجد ايه؟ نفسي واحد يفكر الفكره ديت. هيبقى ضخم جدا العدد. ويقول تخيلوا كده بقى لما يكون عددنا 100 مليون وشيل منهم مش هقول عدد كام عشان ما حدش يزعل، وهينزل من الرجال مثلا 40 مليون. تخيلوا 40 مليون هينزلوا يصلوا الجمعه كلهم هينزلوا عن بكره ابيهم. هيبقى شكل وفي ساعه واحده. هيبقى شكل هيتحقق زحام فظيع ربما يعوق الناس عن امكانيه صار الدين. سبب من اسباب ايه؟ التزاحم. التزاحم. وممكن يحدث من التزاحم مشاكل متعدده جدا. مشاكل كثيره مش هنحكي عنها. فقال لك الله ما تخليها بقى فرض كفايه زي صلاه الجنازه. رحمه
مطلوب بيصلي والباقي هيصلي. ما هو اللي مش هيصلي جمعه هيصلي ظهر. ظهر. وخاصه ان العنصر اللي جاي العلاقه ما بين الجمعه والظهر ديت ممتعه جدا فقهيا. جميل. ده الراي الثاني. يبقى الراي الثاني ده راي ذكره او نسب لبعض الشافعيه، ونسب نسبه الخطابي لبعض الفقهاء، ونسبه ابن رشد لبعض الفقهاء، وده دليله اللي احنا ذكرناه. جميل. كون الراي ده انا شخصيا برفضه. أيوة. يعني نفسي برفضه. آه. لكن مع ذلك علمي يقال ولا عشان انا رفضته ما اقولوش؟ انت عارف اول مره في حياتك دكتور من اثناء الحلقات تقول هذا الراي ارفضه؟ ما انا بتكلم عن نفسي. اه انا عارف، انا بقول انا معلش، بس اول مره تقول عن نفسك كنت بترفض تقول اي وجهه. اتفضل. قول لي اخطر مساله تقال. اخطر مساله تقال، فبس لابد من ابانه الوضع عشان اقول للناس. اللي انا اخترته، اللي انا اخترته هل يعتبر نموذج امثل للناس؟ لا، ده اختياري انا، نموذج امثل ليا انا. بالظبط كده. يعني قول لي بالله عليك، مش انا كبني ادم من حقي اختار لحيتي تبقى يعني زي ما انا عايز او حلقها على حسب القولين؟ تمام. اخترت. طيب لما انا اخترت احد القولين، هل اختيار احد القولين يبقى هو النموذج الامثل وهو الصواب؟ لا. امام الناس؟ لا طبعا. ده لو كان كده ده يبقى استغفر الله، يبقى لا، يبقى بني ادم، يبقى كل واحد اصبح يعني دين له. ربنا جعل الناس اسياد. لا طبعا، لما ربنا جعل الناس اسياد اذا من حق كل انسان يبقى انموذج نفسه. تمام. مش انموذج لغيره. انت انموذج نفسك، بس من خلال ايه؟ من خلال ما ترى الاخرين. ايوه. فانت بتجيب افضل شيء، اما تقلد حد شايفه هو الافضل بالنسبه لك، واما تسبق الكل. تمام. اذا نحن في تنافسيه. خد الراي الثالث بقى. الراي الثالث انا شفته بعيني. شفته بعيني. وانا في سن 5 سنين و7 سنين و8 سنين لما كنت بذهب الى بعض المساجد في المنصورة. وكان بيتم بعد صلاة الجمعة الناس تصلي 4 ركعات. فانا استغرب، ايه ده ايه ده؟ بيقولوا صلوا الظهر. ده صلوا الجمعة؟ قال بيصلوا الظهر كمان. فالمهم كنت انا بقى في لسه داخل برضو بادئ حياتي في الازهر واتعلم، اقول ايه ده معقولة؟ فاقرا في مذهب الشافعيه مفيش حاجه اسمها جمعه وظهر، اما الجمعه واما الظهر، لكن الاثنين سوا. فين وفين بقى لما قرات ان الامام ابن رشد بيقول ان في قول شاذ. هو كلمه شاذ يعني قول يعني ما يتفقش مع معظم الاقوال التي قيل، ما يتفقش مع قول مالك. او مالك نفسه احنا مستغربين قال كده ليه. يعني انا مستغرب. عارف لما تقول ايه؟ لما اقول لك حاجه ما انت استغرب مني. زي ما انت دلوقتي تقول لي اول مره اشوفك تقول اخترت راي. فيعتبر ده شاذ ولا مش شاذ؟ يعني عن المنهج اللي هل لما انا لما انت وصفت اختياري لامر معين في صلاه الجمعه وصفته بانه امر شاذ اعلاميا في بالنسبه لي، يبقى انا شاذ؟ لا، ولا يبقى الراي ضعيف، ولا راي ضعيف، ولا يبقى ده ولا ده، انما غريب عن المنهج بالظبط فقط. نفس الامر. الامام مالك قال قول واحنا مستغربينه، فعشان كده وصف انه ايه؟ شاذ. شاذ. ماذا قال امام مالك؟ ما احنا وظيفه الامام بالمناسبه عشان الناس برضو اكرر مرارا. وظيفه الامام ابانه الاقوال المتاحه في المساله. تمام. مش اعطاء القرار الديني في المساله. جميل جميل. مره ثانيه، الفقيه وظيفته ايه؟ ابانه الامور المتاحه وليس اعطاء قرار بالاختيار. ايوه. يعني ممكن مالك يبقى له رايين في صلاه الجمعه. ليه؟ لان هو بيبين بيقول ده ممكن وده ممكن. والله انا شايف ده ممكن وده ممكن وده ممكن اعمله وده ممكن اعمله. ما بديش قرار. اللي بيدي قرار المجتمع هو اللي بيدي قرار. المجتمع بقى لما اتفق ويقول هنتخذ قرار كذا اصبح قرار مجتمعي. تمام. لكن انا ادي قرار على غيري؟ لا. الفقيه وظيفته ايه؟ اتاحه الامور، يعني اظهار كل الامور المتاحه. ونداء بقى بالمناسبه لكل المؤسسات الفقهيه على مستوى الارض. وظيفتكم كوظيفة أي فقيه إبانة الأقوال الفقهية المتاحة.